بغيتي شي فيلم جامع ما بين الحرب والاكشن، الدراما والكوميديا، وما كرهتيش تكون فيه الرومانسية ويكون مبني على احداث واقعية. كاين سيدي وعنوانه هو دو باتل شيب ايسلاند، وللأحداث ديالو كتصدر في فترة الحرب العالمية الثانية، وبالخصوص الحرب ما بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. والقصة ديال الفيلم كتحكي على جزيرة كاشيما اليابانية، واللي هي عبارة على منجم معتقل كتعتبر نقطة سوداء في تاريخ اليابان بسبب المعاناة اللي قصوها الأسرى الكوريين واللي دوزوا أكفس أيامهم في جزيرة الموز، واللي حاليا كتصنف كتراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو. ونرجعوا للفيلم ديالنا واللي هو من بطولة الممثل المبدع جونغ مين وونغ، واللي كيتعتبر أيقونة كورية ومن أحسن الممثلين الآسيويين، واللي من أهم أعماله The Wailing, New World, The Himalaya، وأيضا Ode to My Father، واللي كنعتبره من أحسن الأفلام ديالو. والفيلم من كتابة وإخراج سونغ وون ريو، واللي من أهم أعماله فيلم The Berlin File و Veteran. قصة الفيلم كتحكي على فرقة موسيقية كورية معروفة، واللي كانت في طريقها اليابان باش تحيي سهرات وحفلات، حتى لقات راسها في جزيرة الموت كاشيما مع مجموعة عمال كوريين اللي كلها وظروفه وكلها والقصة ديالو، وغنشوفوا كيفاش جمعتهم الأقدار بين يدين اليابانيين. الأحداث ديال الفيلم أتنقلنا لفترة العبودية والظلم بشتى أنواعه اللي مارسوه اليابانيين على الكوريين، كالتعذيب والاغتصاب والتجويع والاستغلال، وهنا غنكتشفوا الجانب المظلم في النظام الياباني قبل حادث هيروشيما وناكازاكي. اللي خلى هذا العمل يكون ناجح ومميز هو مشاهد الحرب المخدومة بطريقة احترافية وواقعية لدرجة كبيرة، كتحبس الأنفاس وكتعيشك داخل المعركة. وايضا مشاهد القتال الفرديه اللي كتميز السينما الكوريه، بالاضافه لمزيج من المشاعر والاحداث الدراميه اللي انا متاكد انها غادي تاثر فيك. بخلاصة وبلا ما نزيد نطول عليك، الفيلم عبارة على تحفة سينمائية نادرة واللي ما خداتش حقها في الشهرة العالمية، وفيلم كيستحق المشاهدة. وما بقى لي غير نتمنى لكم فرجة ممتعة، ونتلاقاو في فيديو جديد مع فيلم جديد.